السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد في قناه كروشيه باي ندى علي. لو اول مره تشوف القناه يا ريت تعملوا اشتراك واعملوا كمان لايك وشير عشان ناس اكتر تستفاد وناس اكتر يوصل لها الفيديو. النهارده هعمل معاكم سكارف بخيط ليز النوع ده كده. بصوا هو حلو قوي، هحط لكم دلوقتي الصوره بتاعته. وهستخدم ابره مقاس 6 مليمتر مع الخيط ده، ده عشان انا عايزه السكار بيكون مرن معايا. هقيس كده، بصوا الخطاف كده بتاع الابره على الخيط، فهيبقى واسع شويه، فهو ده المطلوب. انا عاوزه ابره مقاس كبير شويه عشان الشغل معايا يبقى مرن، عشان انا بحب السكار بيبقى مرن كده في اللبس وما يكونش مشدود. انا هستخدم المتر طبعا عشان نقيس الطول والعرض، وكمان هستخدم مقص وكمان ابرة تنظيف. بصوا الخيط ده حلو جدا، هو خريفي اكتر بس كمان ينفع للشتاء عادي. وكمان زي ما انتم شايفين كده هو خيوط جانجاو بعدها، يعني هو مش بيبقى لون واحد، هو بيبقى خيوط كده متداخله في بعضها. اللون ده حلو جدا، وبرده هعمل باذن الله اوبن. الالوان بتاعته حلوه جدا وجانجاو برده، هعمله باذن الله معاكم في الفيديو برده. دلوقتي يلا نجيب طرف الخيط. انا جبت طرف الخيط اهو، هبتدي اعمل عقده البدايه بالشكل ده كده، وبعدين هبتدي اعمل عدد سلاسل لحد ما اوصل للطول اللي انا عاوزاه. طبعا زي ما انتم شايفين هي السلاسل مش باينه، بس مع الشغل هتوضح. يعني الخيط ده ناس اكتر بتقول عليه ان هو ينفع للتريكو اكتر، بس انا شايفه ان هو برضو الكروشيه يعني ينفع جدا ليه، بيبقى حلو جدا كمان في الشغل. هوريكم دلوقتي ان هو مش هيبقى متعب خالص، لا عادي هيبقى مريح في الشغل معانا وزي اي خيط عادي. يعني هو بس عشان السلاسل زي ما انتم شايفين كده مش واضحه قوي، بس مع الشغل هيبقى كل حاجه واضحه. هوريكم دلوقتي ازاي هكمل عدد السلاسل اللي انا عاوزاه لحد ما اوصل للطول المناسب للسكار، وهرجع لكم. بصوا انا خلصت اهو، اشتغلت عدد سلاسل. دلوقتي عشان طبعا هي طويلة، فالمتر اللي معايا 150 سنتيمتر بس، فانا بتني كده القطعتين على بعض، ببتدي ان انا اقيس بالمتر عادي. بصوا كده لحد ما اشوف هي كام متر معايا بالظبط. بصوا طلعت 110، فكده طول السلسلة معايا كلها 220 سنتيمتر. بصوا دلوقتي انا ببتدي اسيب 1 2 3 4 5، وبشتغل في الغرزة السادسة دي. طبعا ده بمثابة عمود بلفة من 4 سلاسل، والغرزة الخامسة دي الارتفاع اللي بين كل عمود وعمود. وببتدي اشتغل عمود بلفة، بطلع من اول حلقة وبعدين حلقتين وبعدين حلقتين. تمام، ده العمود اللي انا هشتغل بيه الشغل بتاعي النهارده في الفيديو. برتفع سلسله، ببتدي اسيب تحت سلسله، وادخل في السلسله اللي بعدها واشتغل العمود. طبعا ما بنشدش ايدينا خالص واحنا شغالين، برتفع سلسله بسيب سلسله تحت وبدخل في اللي بعدها، وبعمل العمود بتاعي ده كده بالشكل ده. انا هكمل باقي، طبعا هنا في خيط انا يعني وصلت خيط بخيط فبنضفه معايا وانا شغاله، فانا هخلص لحد ما اوصل لاخر السلسله وهرجع لكم. انا خلصت اهو السطر، شايفين الغرزه عامله ازاي، حلوه جدا. دلوقتي هعمل ايه؟ طبعا انا عايزه قبل ما ابتدي السطر التاني اقول لكم ان اول سطر هو بيبقى يعني اصعب سطر، عشان الغرز طبعا ما بتكونش باينه، بس بعد كده يعني في الخيط ده طبعا لو بتشتغلوا باي خيط تاني عادي، بس انا يعني بقول لكم ان في الخيط ده السلاسل هنا الغرز بتاعت السلسله دي ما بتكونش باينه قوي، لكن طبعا في السطر التاني احنا بنشتغل فوق كل عمود فبيبقى باين الشغل بتاعنا. ببتدي ارتفع 1 2
3 4 5 اول 4 سلاسل بمثابة عمود بلفة، اللي هو زي عمود بلفتين ده، بس انا بشتغل عمود بلفة واحدة وبعدين بطلع من حلقة حلقتين حلقتين، تمام. والسلسلة الخمسة دي الارتفاع اللي بين كل عمود وعمود. فدلوقتي بلف الشغل كده بالشكل ده وببتدي اشتغل على طول هنا فوق العمود ده، عمود كده بلفة، بس بطلع من اول حلقة وبعدين من حلقتين وبعدين من حلقتين. بصوا بالشكل ده كده شايفين. بعد كده برتفع سلسلة وبشتغل عمود بلفة فوق العمود، سلسلة وعمود بلفة فوق العمود، شايفين الشكل. طبعا انا هشتغل بنفس الطريقة لحد ما بخلص السطر، وهرجع لكم عشان اوريكم هنا بقفل ازاي، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه. خلصت تاني سطر اهو، شايفين الشكل حلو جدا. دلوقتي ارتفاع سلسلة هعمل معاكم اخر غرزة، بس عايزة اوريكم ان انا بس 1 2 3 4 5 بسيب السلسلة الخمسة دي وبدخل في رقم 4 وبعمل العمود بلفة بالشكل ده كده، تمام. السلسلة الخمسة دي بمثابة السلسلة الارتفاع اللي ما بين كل عمود وعمود بالشكل ده كده. وبعدين ببتدي اشتغل 1 2 3 4، دول سلاسل الارتفاع بتاعت العمود بلفة، 5 دي سلسلة الارتفاع اللي ما بين كل عمود وعمود. وبلف الشغل وببتدي اشتغل العمود فوق العمود هنا كده على طول، بدخل تحت العمود كله كده تحت السلسلتين بتاعت الغرزة، وبشتغل عمود بلفة عادي جدا بالطريقة اللي انا بشتغل بيها كل سطر، برتفع سلسلة وبشتغل في الغرزة اللي بعدها عمود بلفة، برتفع سلسلة وبشتغل في الغرزة اللي بعدها، وبكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لعرض السكارف اللي انا عاوزاه، تمام. يعني هشوف هشتغل كام سطر كمان من دول لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عاوزاه والعرض اللي انا عاوزاه، تمام كده. هخلص وهرجع لكم. بصوا انا دلوقتي عملت 1 2 3 4 5 ولسه بكمل في السطر الخامس، عايزه بس اوريكم الشكل. وطبعا انا بشتغل بنفس الطريقه كده لحد ما بوصل بقى زي ما قلت لكم للعرض اللي انا عاوزاه. يعني احنا مثلا ممكن نعمل 5 سطور كمان زي كده، يبقى العرض كده مثلا اللي هو 20 سنتي، او ان احنا ممكن نبقى نخليه كده سكارف كبير ينفع شال برضو، تمام. عايزه اقول لكم ان شغله مريح جدا ومبياخدش وقت، وكمان الشله ممكن تعمل معاكم كتير كذا سكارف وكتير، يعني اللي هو ما شاء الله حلوه جدا، الخيط بيرمي جدا. بس كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو ده، كان طريقه النهارده، يا رب يكون الطريقه عجبتكم. قولوا لي رايكم في الكومنتات، وكمان قولوا لي لو عندكم اي استفسار في الكومنتات برضو. ولو اول مره تشوفوا القناه اعملوا اشتراك وشير ولايك عشان الناس اكتر تستفاد والفيديو يوصل لعدد اكبر من الناس. استنوني فيديوهات تانية كتير وافكار تانية اكتر باذن الله. سلام.